السلام عليكم. دلوقتي هنتكلم على اللاندنج بتاع الاستير. لو انا برسم السلم تمام، هو بيقول لي ارسم الرن وبيقول له اوتوماتيك لاندنج، حط اللاندنج اوتوماتيك. طيب ممكن تبدا ترسم، مجرد ترسم التكمله بتاعه السلم، ممكن ما تبقاش معاه على طول، هو اوتوماتيك بيرسم اللاندنج بتاعتها تمام. طيب وهو بيحط برضو الريلينج، انا عندي هنا رن وعندي لاندنج وعندي سبورت. السبورت ده اللي هو الجزء اللي بيبقى اسفل السلم عشان يعمل له زي دعم تمام، اللي هي بيبقى الناحية دي والناحية دي، اللي هو الجزء ده والجزء ده. طيب لأي سبب من الأسباب لو أنت شغال في السلم ومحتاج إن أنت تغير لاندنج، ممكن تيجي تعمل إيديت ستير، تعلم على الجزء دوت وتعدل فيه. لو أنا عايز أعدل في اللاندنج دوت، محتاج إن أنا أحوله وأعمله إيديت سكتش، هقول له كونفرت. طبعا لو حاولته بيبقى صعب إن أنت تعدل فيه تاني، أو صعب إن أنت ترجعه تاني تمام. هو كده كان بيتعامل معاك ككتلة، دلوقتي هيتعامل معاك كخطوط. هتقول له ادي سكتش وتقدر تعدل براحتك خالص، تقدر تلغي دوت اصلا وتقول له من الباوندري انا عايز اعمل قوس مثلا من النقطة دي للنقطة دي بالشكل دوت، وتقول له اوكي، هو اوتوماتيك هيظبط لك السلم بتاعك، حتى الريلينج هيظبطه تمام. طيب ممكن تلغيه خالص، ديليت مش السلم، لا اللاندنج، تعمل سيلكت وتقول له ايديت وتختار ديت وتعمل ديليت. عايز اوصل بين ده ودوت، فممكن اقول له لاندنج واختار اول حاجه بيك تو رانس، يبقى اختار ده واختار ده، وهو يبدا يوصل بينهم. ممكن انت بتعدل المسافات وكذا كذا كذا، لان انت محتاج ان انت تلغيه وتعمله تاني، فتقدر تلغي وتقول له لاندنج، او ممكن تقول له انا عايز ارسمه، فتختار هنا الكريت سكتش وتبدا ترسم انت تمام زي ما انت عايز. ممكن تختار مثلا الشكل دوت، وتبدا بقى ترسم، تعمل بيج لاين بي ار من هنا لهنا و من هنا لهنا. كده احنا رسمناه، هقول له موافق، هيبدا يرسمه لي اوكي، بس نتاكد من الارتفاعات لان هو غالبا بيرسمه في الجزء اللي فوق. زي ما توقعت. فانت تعمل ايه؟ اعمل سيلكت ليه ايديت للجزء دوت، ده التوب بتاعه 1260، وده اللي انا عايزه للريلينج يبقى 1260. هو هيظبط ويبقى بالشكل دوت.